تمام، نحن نسيبين نيو اولد مايز راست انتو ذا ايمرجنسي ديبارتمنت باي هير فادر هو فاوند هير كولابس ان هير بيد روم 15 مينيتس بيفور ذا امبولانس ارايفد. ذير واز ان امتي بوتل اوف كلوميبرامين ان هير بيد روم ويتش هير ماذر تيكس فور ديبرشن. جابونا بالاسعاف نيه شابه عمرها 17 سنه، جابوها للطوارئ مباشرة، والدها جابه قالوا لها هاي يعني شلون لقيتها وشنو، شانت انه قبل 15 دقيقة قبل يعني توصل الاسعاف شان يعني مغمى عليها بالغرفة، ولقوا يمها العلبة مال هذا الدواء اللي هو الكلوميبرامين. هذا الكلوميبرامين اللي هي والدتها تستخدمه عادة للدبرشن، فهي الظاهر يعني ما ادري حاولت تنتحر او شيء فاخذت اوفر دوز من عنده. ف جو سوالها يعني تيك اوت فيتال ساينز مالتها، لقوا ريسبيرتر ريت مالتها يعني 8 بريث بير مينيت اوكي، وان هنا النورمال فيتال، هنا راح ناخذ عندنا النورمال فيتال ساينز اوكي. جبتها من الموقع يقول انه البريثنج للادلت، اذا كان ادلت هي تعتبر يعني ادلت، ان هو يكون طبيعي من 12 الى 18، فهي انه هي 8، فانه هنا ريسبيرتر ريت عندها قليل. البلس ان هنا قصر هي 130، واحنا نعرف البلس من 60 الى 100، فهنا هي عدد تكيكارديا. والبلد برجر قصر هي يعني هو 10 على 6، واحنا نعرف البلد برجر يعني هذا يعني طبيعي ان يعني ضغطها مو حيل نازل زين، فما قصوا التمشر عشان عرفنا انه طبيعي ايش قد بس. وهذا الموقع اللي هو اسمه بلاين بلس. بعدين دي سووا لها physical examination، لقوا إنه the patient is unresponsive to vocal and tactile stimuli. يجوا مثلاً يصحوا لها مثلاً ينادوها باسمها ما تستجاب، أو مثلاً يعني يقصونها تتحس معكوا فد مرة. لقوا إنه عندها فد بالoral mucosa بالتنق، oral mucosa and tongue are dry، يقعد جفاف بال يعني بالمفتحة الحركين وشوفوا أكو في جفاف، حتى لسانها يعني بجفاف. يقول the bladder is palpable، البلادر شو كده تصير palpable لما تكون عندنا يعني urine retention، يعني البلادر full with urine okay، فتكون palpable زين. سوولها جوي سوولها ECG لقوا widening بالQRS complex، وانه هي عندها نوبتيكي كارديا من ساعة، فهي يعني كلها بين عليها السايد افكتس مال هذا الدواء اللي هي مغتب اوفر دوز. فسؤالهم يقولون شوف ذا فولوينج وود بي ذا بيست كورس اوف تريتمنت ان ذس بيشنت. هسه عرفناها انه هي مغذى هذا الدواء اللي هو الكلوميبرامين اللي هو يستخدم يعني للدبرشن اللي هو انتي ديبرسنت دراج، وانه هي طلعت انه هاي الاوفر دوز مالتها عليها الاعراض مالتها، فشنو العلاج مالتها. فهني نشوف عندنا هنا أنا. اول شيء الدبرشن بصوره عامه، انه انا عندي اكو نظريه يسموها البايوجينيك اماين ثيوري اللي تقول انه الدبرشن هو سبب مالته انه انا عندي ديفيشنسي بالمونومايز، اللي هم من المونومايز اللي هم نورابينفرين والسيروتونين ميلي تمام. فسان عندي النورابينفرين والسيروتونين، هذول الاثنين هذول الثنائي الحلوين عندي نقص بيهم ديفيشنسي، فصار عندي دبرشن. فاكو مجموعه من الانتي ديبرسنت دراكس اللي هي بضمنها عندنا السلكتيف سيروتونين ريابتيك انهيبيتر، اما اربع مجاميع وكوضافة لها مجموعة يعني خامسة اللي هي تعتبر يسموها نورابينفرين سيروتونين ريابتيك انهيبيتر يعني زين. الاتيبيكال انتي ديبرسنت هاي جديدة التراي سايكل سايكليك انتي ديبرسنت والمونامين اوكسيديز انهيبيترز تمام، مداري اربعة عوائل وياهم عائلة خامسة بس مكتبتها غلست عليها صراحة. فهم هسه هذول الأربع عوائل، فإنه هذا الدواء المساعة غنى اللي هو قلنا عليه الكلوميبرامين، هذا الكلوميبرامين من يا عائلة الكلوميبرامين من عائلة التراي سايكليك انتي ديبرسنت دراج اوكي، تراي سايكليك انتي ديبرسنت من اسمه تراي سايكليك يعني بثلاث حلقات من زين انتي ديبرسنت دراج. فحنشوف انه هذول الدراجز احنا عندنا اكو تيرشري امايز وعندنا اكو سكندري امايز، فشلون نحفظ اسمائهم؟ بالنسبه لي انا عم احفظ اسمائهم، سويت قصه نفسي عم احفظهم صراحه، اللي تعجبه تعجبني عبرها انه انا دقيت انه الدبرشن هو المشكله شنو عندي عندي اكو ثيوري يسموها البايوجينيك اماين اللي هو عندي ديفيشنسي بالنورابينفرين والسيروتونين، بس اركز على كلمه اماين. ف
فكل انه هي الدبرشن كل السالفه من برا الاماين، اوكي الاماين هي المشكله، هي السبب، الاماين او الامين، اوكي امين زين، هي كلها السبب، هي المشكله من عندها. فلذلك هذا اقول كله من برا الامين، فاقول شوف هاي مصطلح برامين، برامين هذه هي يعني كل اغلب الادويه اللي موجوده بهاي العائله تنتهي بهذا يعني هذا التام اللي هو ان هذا برامين اوكي كل هيك برامين زين. وبعد شنو اغلب هاي العائله ايضا تنتهي مصطلح تريبتالين. شلون عم اذكر تريبتالين؟ انه انا من هيك واحد عنده ديبرشن اقول لهم يقول يعني طالعين سفره مثلا هيك فاريد تريب فهم تقولي عشان تقولي صايرين اوكي تدللين او شيء فتريب وصايرين فهي شنو تريب تايلين هيك تايلين يعني عبالك صايرين راهم هيك عم تحفظهم لان هم الصراحه ما يحافظون. وهذا اللي ثلاث حلقات طلعوا لي هنا بهاي الصوره يذكروني انه اني هذول التراي سايكليك انتي ديبرسنت دراج، بس رح نجي نعرفهم. فهم هسه احنا قلنا الاغلب الادويه شنو نهايتهم، قلنا اغلب الادويه نهايتهم قلنا كله من برا الامين هذا برامين زين، واريد سفره وامي قالت لي صايرين فهي تريبتالين زين. هذولي النهايه مالتهم على الاغلب هي شو كلهم نهايتهم هاي برامين تريبتالين بس عندنا هذا شوي شاذ، هذا شاذ اوكي دوكسيبين زين. فشلون احفظ هذول السكندري وهذول التيرشري؟ السكندري انا دائما الاثنين، فاول شيء اقول لحظه لا تتعاركون شباب لا تتعاركون، فبرو يعني شلون اخوان، نور يعني لا تتعاركون فبرو نور يعني شلون لا تتعاركون اخوان. ان شنو السكندري رقم 2 دائما نقول دي او داي زين، فهي على مود احفظ انه هاي العائله السكندري اماين اللي ما موجود من هذول الثلاثه فهو من يعتبر من عائله التيرشري اماين. فهمهم هذول هم الادويه زين. شو الميكانيزم مالكشن مالتهم؟ ان هم صراحه انه هم تراي سايكليك انتي ديبرسنت دراج يسوون انهيبيشن للري ابتيك مال النور ابنفرين والسيروتونين، يمنعون الري ابتيك مالتهم. وايضا عندهم هاي اول ميكانيزم، هاي اول ميكانيزم. ثاني ميكانيزم يسوي لي بلوك لريسبتورات معينه، ثاني امنع الري ابتيك واسوي بلوك للسيروتونين ريسبتور للادرينيرجيك ريسبتور تحديدا الالفا ادرينيرجيك ريسبتور والهيستامين والمسكرينرج. انا عم احفظها قلت انه عني هم يسوون بلوك ل مها السعيده. شنو مها السعيده؟ مها السعيده، ما السعيده اللي هي السيروتونين اوكي. مها يعني يسوون بلوك للمسكرينرج ريسبتور، الاتش اللي هو الهيستامين، والاي اللي هي الالفا ادرينيرجيك اوكي. فهم يسوون بلوك لمها السعيده. مها السعيده شنو قصدي؟ يعني يسوون بلوك للمسكرينك وللهستامين، هاي يعني الهستامين ريسبتورز، الهستامينك ريسبتور ادرينيرجيك والسيروتونيرجيك اوكي سيروتونيرجيك زين. فهم يسوون انهبيتر هذني. فعندنا هنا استخداماتهم يستخدموه للدبرشن للبانيك ديسوردر. اكو عندنا هذا خاصه الاميبرامين يستخدموه بمعالجه البيد ويتنج اللي يصير بالتشيلدرن يعني هاي النيوريسس اوكي. والاميتريبتالين يسوي لنا بريفنت المايجرين، المايجرين هيديك، وايضا يعالج الكرونيك بين. فبما انه هسه انا الاكشن مالتهم سووا لي انهبت للري ابتيك اوكي، هنا انا استخدمتهم للدبرشن، لكن هنا من سووا لي بلوك لهذول الريسبتورات المساكين راح تظهر عندي الادفيرس افكت، بسبب انه هو سوى بلوك للمسكرينك ريسبتورز راح تظهر عليه تروبين لايك افكت اللي هي انا حفظتها من متعال مال زغلوله النشفه حبس زوجها بسريع. زغلوله يعني هي شنو؟ بلود فيجن اوكي. زغلول النشفة يعني زيروستاميا، حبست يعني يورينري ريتينشن، زوجها يعني جلوكوما، شو اسمه حبست يعني حتى هاي كونستيبيشن يعني يورينري ريتينشن سوت يعني حبست، او السريع اللي هو تاكيكارديا تمام. هاي السايد افكت مالته. وايضا من سوى بلوك للالفا، واحنا مثل ما نعرف الالفا هي تسوي نفازا كونستراكشن، فاذا اعطيتها بلوك تسوي نفازا دايليشن وراح يصير ريفلكس تاكيكارديا اوكي هابوتيشن ريفلكس تاكيكارديا. وايضا بسبب انه سويت بلوك للهيستامين راح يصير عندي سيديشن وويت جين، والويت جين طبعا هو ناتج من انه انا سويت بلوك لتو ريسبتورز الهيستامين والسيروتونين. ولاحظوا اكو صارت اكو بعض السيكشوال ديسفانكشنز. وعندنا اللي يميز هنا هذول الادويه اكو في شيء يسموه 3 سي. شنو هال 3
سي انه دائما يصير عندهم كوما, ممكن يعني ضال البيشنت يصير عنده كوما, ممكن يصير عنده كونفولجن, وممكن يصير عنده فد يعني كارديو توكسيسيتي, مشاكل بالهارت, ولذلك يصير عندنا شنو يصير نلاحظه بالاي سي جي اكثر شيء. من نسوي اي سي جي ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي وايدنينج, يعني انه هنا أنا تعرض هذه الكيو ار اس كومبلكس. تمام, فهم هذول العائله اللي هي ترايسايكليك, هذول المنبر عرفنا قلنا نهايتهم كلها برامين تريبتالين. زين, وعرفنا شلون ميز السكندري عن التيرشري, يعني بس تسميه ما عرفنا كتفاصيل. بعدين الميكانيزم اوف اكشن قلنا تمنع الري ابتيك, وسوت ايضا بلوك للريسبتورات معينه, وهذول الريسبتورات جمعناهم كلمه مها السعيده, واستخداماتهم قلنا لتهذني الدبرشن والبانيك ديسوردر والانيوريسيس والمايجرين والكرونيك بين. وبعدين الادفيرس افكت بسبب اغلاقهم لمها السعيده, نمتوا بلوك المها السعيده صارت عندهم هاي الادفيرس افكت, وجمعناها هنا قلنا بسبب صار المسكرونيك, سوينا بلوك للمسكرونيك صارت عندي زغلول النشفه حبسه زوجها بسريع اللي هي تروبين لايك افكت, بسبب بلوك للالفا صار عندي هايبوتنشن وريفلكس تاكارديا, بسبب بلوك للهيستامين صار عندي سيديشن ويت جين, حتى الويت جين تجينا من بلوك للسيروتونين, صار عندي سيكشوال ديسفانكشن. وقلنا اللي يميزها 3A والS 3C, واللي يميز أكثر شيء يعني هاي الكارديو توكسيسيتي اللي سويناه وايدنج بكيو آر إس كومبلكس. فأخطر شيء يعني هنا أنا وأني هدفي بالعلاج إني جيني شخص متسمم أو ماخذ أوفر دوز من هذول الأدوية, أنا كل شيء يهمني أعالج الهارت. يعني أنا يعني أنا الهدف مالتي من يجيني مريض ماخذ هو هذا يعني أي فرد من هذه العائلة, واني انا اشوف انه الهارت مالته صار عندي وايدنينج بالكيو ار اس كومبلكس, من اشوف الاي سي جي وايدنينج بالكيو ار اس كومبلكس التريتمنت مالته راح تكون عباره عن اول خدوه يخطر ببالي هو الصوديوم بيكربونات, هم حاطينها فيرست لاين يعني دراج انه هو يسوي البيتنج للميتابوليك اسيدوسيس. هنا هو راح يعني يعالج هذه الاسيدوسيس اللي راح يصير, لان انا عندي هنا بيكربونات راح يعالج الاسيدوسيس, وانه هنا هو راح يعني يقول انه هو يحسن بروفيك الكارديو فاسكولار كومبليكيشن, اوكي يحسنها يسوي تحسينها, وايضا راح يقلل هاي الكيو ار اس يعني انترفال ديوريشن, وبالتالي يحسن ايضا البلد بريشر. فاني اول دواء يخطر ببالي منه هو الصوديوم بيكربونات, ممكن ما موجود الصوديوم بيكربونات خصت الدنيا فد مره ممكن للليدوكاين اللي هو كلاس 1 بي انتي ارثميك دراج يعتبر سكند لاين بديلا يعني عن الصوديوم بايكربونيت اعالج بيه كاردياك ارضمية. طبعا احنا عندنا الكاردياك ارضمية بها 4 كلاسات, واكو بعد اذرز, وقلنا اكو كلاس 1, اكو طبعا كلاس 1A و B و C. فيقول كلاس 1 دراج هي نوت ريكومندد, ليش؟ لان دائما هو يعني يسوي لنا ارضمية, يعني هو يعالج الارضمية ويسوي الارضمية من نوع من يعرضني الارضمية من نوع اخر. زين, فلذلك يعني دائما نتجنب استخدامهم يعني ما يوصى بيهم, فلذلك يعني المفضل هو الخيار الأول الصوديوم بايكربونات. إذا أنا إذا جاني واحد يعني رايد ينتحر بدي أو ما أخذ جرعة زايدة من هذني الترايسايكليك أنتي ديبرسنت, أول ما يهمني قلب المريض, أوكي, وثاني شغلة يخطر على بالي الصوديوم بايكربونات أعالج بيها. زين, فلذلك سؤالهم من هو البيست تريتمنت؟ أنا هذا الشخص إجا الكلوميبرامين, اوكي اللي هو الانتي ديبرسنت دراج, وعندي وايدنينج بالكيو ار اس كومبلكس, اوكي معناها انا راسا يجي خطر على بالي هو الصوديوم بايكربونات كاول خيار. اوكي, فالصوديوم بايكربونات هو العلاج, وممكن ليدوكاين هو العلاج الثاني.